أمراض تشتت الانتباه وفرط الحركة تتفاوت من يوم ليوم وأيضا من بيئة لبيئة، فهي ليست دائما متواصلة على نفس الوتيرة وعلى نفس الشدة. أحيانا تحدث أو تظهر بشكل واضح جدا في مواقف معينة في بيئات معينة، وأيضا تعتمد على الحالة الذهنية والمزاجية للشخص. بمعنى إذا كان الشخص مثلا يعاني من قلق مرتفع بسبب أو لآخر، احتمال كبير أن الأعراض أيضا تكون واضحة بشكل أكبر. البيئة المحيطة أيضا لها دور في الموضوع، فمثلا نقص الانتباه أثناء الدراسة في المحاضرة وفي الفصل يختلف عن مثلا الدراسة في المنزل، يختلف عن المذاكرة مع مجموعة، أيضا يختلف لو كان النشاط اللي يقوم فيه الشخص ما يحتاج تركيز عالي ودقة عالية. هذه تقريبا الأعراض وتفاوتها من يوم ليوم أو من موقف لموقف أو من بيئة لبيئة.